سيتم عزل الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل كجزء من قضية تشهير مرفوعة ضد ميغان في أمريكا من قبل أختها غير الشقيقة سامانثا ماركل. تقاضي سامانثا ميغان بتهمة التشهير والكذب بعد مقابلة الزوجين عام 2021 مع أوبرا وينفري، وتسعى للحصول على تعويضات أكثر من 750 ألف دولار. تزعمت دعوى القضائية التي رفعتها سامانثا في مارس 2022 أن ميغان أدلت بتصريحات خاطئة وخبيثة بشكل واضح لجمهور عالمي، بما في ذلك حوالي 50 مليون شخص في 17 دولة والذين شاهدوا المقابلة. قدمت ميغان طلباً في سبتمبر من العام الماضي لوقف الإفادات، لكن رئيسة المحكمة رفضت الدعوة وحكمت بأن ميغان لا تظهر أن الظروف غير العادية تبرر الوقف المطلوب، أو أن التحيز أو العيب غير المبرر سينتج إذا لم تفرض المحكمة وقفاً. قالت سامانثا ماركل في الإيداع الأولي إن ميغان شوهت بها في المقابلة عندما قالت إنها نشأت على أنها الطفلة الوحيدة، وأنها نشرت أكاذيب خبيثة عرضت سامانثا للإذلال، العار والكراهية على نطاق عالمي، ونشرت الأكاذيب في جميع أنحاء العالم عن والدها توماس ماركل. وتزعم أن ميغان دبرت حملة مع سبق الإصرار من أجل تشويه سمعة ومصداقية أختها ووالدها لتدميرهما. تأتي آخر التطورات في القضية بعد نشر مذكرة الأمير هاري الشهر الماضي وسلسلة نتفليكس المكونة من 6 أجزاء والتي تم بثها في ديسمبر. قالت ميغان في الفيلم الوثائقي: أختي غير الشقيقة التي لم أرها منذ أكثر من عقد. وجاء في البيان الذي قدم للمحكمة الذي ظهر في الحلقة ما يلي، تؤكد سامانثا ماركل أنها كانت تربطها مع ميغان علاقة وثيقة حتى عام 2018، وأن وسائل الإعلام اختلقت اقتباسات نسبت إليها.